ليش هذا التيشيرت؟ وفاء انطتني اياه. اي وشون تاخذين من عندها؟ شكو بيها؟ وفاء مو مثل اختنا، وبعدين احنا مو نبقى يمها وناكل ونشرب. اي شنو يعني؟ ناخذ من عندها ملابس فرح؟ انا شو معلمتكم؟ يا يوم احنا ماخذين من احد. شو السالفة ريف؟ هسه انزعوا الطهية، حسرة عليه لبس جديد. جوز من سوالفها فرح. ابتسمت لشيء لا قدرة لي على تفسيره. هذا مقتبس من روايتك اللي انطيتيني اياها. شكرا على الهدية. ريف، اريد ملابس جديدة للدوام، يعني صار سنتين على بنفس الملابس. تليفوني اريد غيره، هذا كلش قديم. ما يخالف، انا اشتري ليش، بس خليني ادفع لي ايجار وعندنا القسط مسؤوليه اكمله، وفلوس السحب هم لميت اللي راح ادفعهن. هو ايش قد سعره يعني؟ ايش قد يطلع بيش؟ يمكن 2.5 مليون هيجي. شنو شنو السالفه فرح؟ احنا فلوس الزوليه بعدنا ما مكمليها، شنو بمليونين ونص تليفون؟ عاجبني، شو اسوي؟ لا تصيرين انانيه، فكر بينا كلنا.